نعم، صباح الخير لك من جديد رندا، وصباح الخير لكل المشاهدين. أكيد راعد، اليوم إحنا تواصلنا إحنا وإنت من محافظة معان، ومثل ما تفضلت قبل قليل يعني رح نشوف الحجاج إن شاء الله بعد قليل، فيعني لو بتقدر تحكي لنا أكثر بالتفصيل إن شاء الله شو رح يكون اليوم استعداداتنا وتحضيراتنا للقافلة الصباحية لليوم. نعم رندا، شكرا لك ايضا مشاهدينا الكرام، من جديد صباح الخير لكم اينما كنتم من داخل وخارج مملكتنا الاردنيه الهاشميه. زي ما تفضلنا اليوم قافله برنامج يوم جديد بتعانق قوافل الحجاج الاردنيين والغير الاردنيين من واحد الحجاج من محافظه معان. طبعا راح نحكي عن واحد الحجاج، وايضا راح نحكي عن محافظه معان مع الرئيس التنفيذي لشركه تطوير معان المهندس حسين اكريشان. صباح الخير عطوتك، يعطيك العافيه. صباح الخير اخي راعد، والله يعطيك العافيه، وصباح الخير للمشاهدين جميعا وللتلفزيون الأردني. عطوفتك البداية، حابين نحكي عن شركة تطوير معان وأيضا دورها في واحة الحجاج، هذه الواحة الجميلة اللي في كثير ناس ما بعرف عنها، احنا حابين اليوم تكون موجود معنا ونحكي عن واحة الحجاج وأيضا شركة تطوير معان. تسلم. بالنسبة إلى واحة الحجاج هي أحد محاور شركة تطوير معان. بالنسبة إلى واحة الحجاج هي رؤية ملكية سامية وأقيمت من أجل استقبال الحجيج وتفويجهم حسب الأصول. هناك تنسيق كبير ما بين الجهات من وزارة الداخلية محافظة معان وأيضا الدفاع المدني ومديرية الأمن العام ووزارة الصحة، وتوجد مكاتب لجميع هذه الجهات، ووزارة الأوقاف هي الرئيسية والقائمة على تفويج الحجاج لتنسيق وترتيب تفويج الحجاج من هذه الواحة. هناك فحص فني يقوم به الأمن العام للمركبات، وذلك من أجل التأكد من جاهزية الحافلات وأيضا تأمين الحافلات وبها وخروجها إلى الديار المقدسة. هذه الواحة الحمد لله رب العالمين قمنا بتفويج ثلاثة أفواج 2016 2017 والسنة 2018، وأيضا تم تفويج هذه السنة المعتمرين إلى لذهابهم للديار المقدسة لتأدية العمرة. يعني عطوفتك احنا نحكي عن ثلاث مواسم للحج من واحة الحجاج انطلقت، نحكي عن الفحص الفني الان بواحة الحجاج، اكيد هناك رقابه من شركه تطوير معان، هناك متابعه ايضا حثيثه، ولكن ايضا الجهود المشتركه ما بين شركه تطوير معان وايضا كافه الجهات المعنيه والمختصه من الامن العام والدفاع المدني ووزاره الصحه وايضا وزاره الاوقاف. سيدي نعم يا سيدي، هناك تنسيق كامل، وبخصوص وهو اهم شيء هو الفحص الفني بالنسبه للمركبات وخاصه الاطارات وزجاج هذه الحافلات وأيضا الأقسام الفنية في الحافلات. أيضا مع وزارة الصحة، يعني في سنة 2016 استقبلنا 1200 حالة من الحجاج، وبتعرف انه الحجاج هذول كبار في السن، يعني معظمهم كبار في السن، وعولجت هذه في واحة الحجاج وتم تحويل حوالي 12 حالة الى مستشفى معان وتم معالجتهم وذهابهم الى الديار المقدسة. يعني زي ما قرأنا بعض من الاخبار المتداولة ان هناك 133 حافلة سوف تنطلق من واحة الحجاج، هذا الرقم صحيح ام لا؟ واكثر، حوالي 187 حافلة ستنطلق من هذا عدا اللي بتجينا من الجهات الاوروبية وخاصة من روسيا. الان يوجد بعض الحافلات، امبارح استقبلنا حافلات من روسيا لذهابهم للديار المقدسة. هناك أيضا من المجتمع المحلي إيجابية كبيرة جدا في تقديم السبيل لهؤلاء الحجاج، يقدم لهم المياه ويقدم لهم اللبن والشوربات وغيرها، وأيضا تقدم لهم خدمات كثيرة من أبناء المدينة ومن أبناء مدينة معان. أنا راح أحكي عن هذا الموضوع سيدي، ولكن سؤالي الأخير بالنسبة للفحص الفني، الحافلات التي مش مؤهلة، خلينا نحكي مش مؤهلة للذهاب لموسم الحج أو الديار المقدسة، شو الإجراء اللي بصير عليها؟ أي حافلة بتكون داخل الفحص الفني؟ يا سيدي، في هذه الحالة بيقوم مدير الشركة بالاتصال بالشركة الأم وإرسال حافلة أخرى لتفويج الحجاج. عطوفتك سؤالي الأخير لك الآن، أكيد أهالي معانا، أهالي النشامة، أهالي النخوة دائما فاتحين بيوتهم لكل زائر من داخل المملكة وأيضا من خارج المملكة، خلينا نحكي عن تعاون أهل معان وتكاتف أهل معان، هاي المدينة الجميلة، بموسم الحج وأيضا موسم العمرة أيضا.
هناك تعاون كبير جدا من بين أبناء معان من المجتمع المحلي ومن الجهات الأخرى أيضا من الشركات اللي موجودة. يعني أنا في هذه المناسبة وفي هذا اليوم الجميل من واحة الحجاج حاب أشكر شركة زين، شركة أمنية، نقابة المهندسين، أيضا أبناء المدينة وتجار المدينة قاموا بتقديم ويقومون بتقديم خلال هذه الفترة جميع الخدمات للحجاج، ومن مأكل ومشرب. أيضا واحة الحجاج وشركة تطوير عام تقدم السبيل للحجاج. عطوفة مهندس حسين كريشان الرئيس التنفيذي لمنطقة معان، شكرا لك ويعطيك ألف عافية. سيدي شكرا لك والله يعطيك العافية، ونقول أيام مباركة والحمد لله على سلامة سيدنا بقدومه إلى الأردن، وإحنا إن شاء الله دائما في خدمة الحجاج وحجاج بيت الله الحرام. مشاهدينا الكرام، زي ما تفضل المهندس حسين، وأيضا هناك الكثير من المعلومات، وأيضا أعطانا ملخص كامل عن واحة الحجاج وهذه الواحة الجميلة، وأيضا تكاتف الجهات المعنية لخدمة الحجاج الأردنيين والغير أردنيين. أكيد بقافلة يوم جديد مستمرين معكم بإذن الله تعالى. بعد قليل راح نكون معكم بموقع آخر من واحة الحجاج، وإن شاء الله نلتقي ببعض من الحجاج من واحة الحجاج. والآن عودة إلى رندا.